يا موكوس جتك القرف، لا شغلة ولا مشغلة. خالد ما بيردش برضو؟ والله لسه كنت بكلمه يا عمي. صوفيا كانت عندي النهاردة. ما انا شفتها وانا خارجة. ناوية تقعد في مصر وتجيب الولاد يعيشوا في مصر. يا ريت، خير ما عملت، كانت المفروض تعمل كده من الأول. على العموم هي هتقعد معانا في الفيلا. ومال حقها، خلي الولاد يتربوا في وسطين. عايزك تعمليها كويس يا راوية. سوري، مش فاهمة حضرتك تقصد ايه. لا يعني انا حسيت ان انت شايلة منها من المرة اللي فاتت يعني، بس هي غلطة لكن دي مننا وام احفادي. حضرتك مش فاهمني خالص يا عمي، انا عمري ما بشيل من حد، وبعدين انا واحدة من العيلة وبخاف على كل واحد فيها زي مصلحتي تمام. وبعدين بقى حضرتك عمي، يعني زي بابا، يعني المفروض تبقى عارفني كويس. أنا بقول كده عشان أنا عارفك كويس يا رب. رد جتك ده يا تختك. اسكتي بقى، تموتيني من الضحك. والله العظيم زي ما بقول لك كده بالظبط. كان يفضل قاعد عمال يشتكي من مراته، لا ويبقى عامل لي فيها سبع البرومبا، واول ما تتصل بيه يترعب يفط ينط يطلع يجري. طب والله العظيم هي دي بقى الستات اللي بجد. طب شفتي انت لما بتضحكي الدنيا بتبقى احلى ازاي؟ يا ستي بقى احلى ولا اوحش مش فارقه كتير، هي كلها زي بعضها. زي بعضها ازاي؟ ايه الهبل ده؟
اه والله، بس انت بقى بالنسبه لي ما فهمكيش خالص، انسانه غريبه. ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي غريب فيا؟ انا هفهمك. انا ناوي اعتزل وانا عندي 35 سنه، اكون كونت مستقبلي وعملت لي قرشين حلوين. يا سلام، وانت هتبقي معجبه قوي بالفلوس بتاعتك اللي عامله من القرف اللي انت بتشتغليه ده؟ انت فكرك الناس هتنسى نجوى كانت بتشتغل ايه؟ اه يا حبيبتي الناس هتنسى، هتنسى نجوى كانت بتشتغل ايه، بس محدش هينسى ليلى عملت ايه. زعلتي مني؟ لا انا ما بزعلش، بس انا ما كنتش اقصد اضايقك قوي كده يا نجوى. وانا مش متضايقه يا حبيبتي، انا بقولك بس الحقيقه، بفهمك عشان تبقي فاهمه الدنيا كويس. انا هبطل اللي انا بعمله وهفتح مركز تجميل للسيدات او محل ملابس حريمي للمحجبات، وهبقى سيده فاضله، لا الجرايد هتكتب عني ولا حد هيفتكرني، وهطلع رجاله وستات غلابه كمان يحجوا على حسابي. لا يا شيخ، طب وطالما ما انت ناويه ان انت تبطلي القرف اللي انت بتشتغليه ده، ما تبطليه دلوقتي، ولا انت الوحيده اللي في الكون اللي ضامنه عمرك؟ انت عارفه يا ليلى، انا كنت ببقى راكبه عربيه اخر موديل مع زبون من اياهم يعني، وابص كده للبت اللي بتبيع مناديل في الاشاره واحسدها. اه والله كنت بحسدها انها قادره تستحمل الفقر، قادره تعيش حياتها بتاكل سندوتش فول وتحمد ربها، بس ما تعملش حاجه غلط. كنت بتضايق من نفسي، بحس اني ضعيفه. بحبك قوي والله يا بنت يا نجوى، انت عسل. ما انا اتحب الصراحه، عندك حق. نجوى ايه؟ اه في ايه مالك؟ مش قادره احنا جوه. مالك حاسه بايه؟ اه في ايه يا بت، انت بتولدي ولا ايه؟ في ايه يا ليلى؟ تولدي؟ قومي يا ولية اقعدي. خلصي يا حبيبتي، هاتي لي حد بسرعه. طب قومي قومي معايا، قومي اسندي عليا، قومي. مش ما تخافيش. ليلى ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا يا بنت؟ والله لو شفت وشك هنا تاني لكوره ميكي من البلكونه، فاهمه؟ اللي جابني هنا ايه يا ناقص؟ انت ده بيت ابويا. يلا يا بنت من هنا. يلا فين؟ ليه كده؟ حرام عليك. راسي يا وليه. شايفه عامل لك الصدى فيا؟ شايفه من جيبك؟ على عموم الشارع ارحم من الجهنم اللي انا عايشه فيها. ايه يا حصلت؟ يلا يا وليه خش. يلا عملوا كده. يلا بره. مش همشي بره. 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 خش يا وليه. خشي. خدكوا القرف. السلام عليكم يا بهير. عليكم السلام يا فارس، تعالي. اخباركم ايه؟ ولا حاجه. والبنت بطه عامله ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ اهي مقهوره يا كبدي، قعدت بكتتني بكلمتين وقالت لي ان احنا بنحب بنت شمس اكتر من نهي. ما هي والله معاها حق. بقول لك ايه؟ اني عماله اقلب الموضوع، اجيبه من الشرق للغرب واليمين والشمال، مش لاقيه له حل. في ايه يا بهير؟ ما تجيبي من الاخر وقولي انت عايزه تقولي ايه. انا بفكر انك تروح للمعداوي وتتفاهم معاه. انت اتخبلت في نفخك يا بهيره؟ ده مش بعيد يضربني بالنار. ولا اتخبلت ولا حاجه، الراجل مقهور على ضناه، واني عارفه ان لو هو متاكد ان ليلى مرات ابنه لا يمكن هيغفر لها انها قتلت الواد ابنه. احنا كنا لازم نروح له من زمان ونتفاهم معاه، نقول له اللي حصل ده قدر ربنا والمكتوب على الجبين، لازم تشوفوا العين. المهم الولا اللي جاي أما عن ليلى في لحمني ودمني، واحنا ملزومين بيه، ولو قبل كده يا دار ما دخلك شر. تفتكري الا افتكر بقى. انت يا فارس حط نفسك مكانه، لو مرات ابنك ومخلفه منه زوربة عيال وبعد الشر مليون مره قتلته، هتعمل ايه؟ لا ان جيتي للحق أنا هعمل أكتر من كده يجي مليون مرة. شفت بقى؟ بس يا بهيرة، يعني بعد كل اللي حصل ده الراجل ده ممكن يرضى يقابلني؟ الراجل قلبه أيد نار، وكلها شهرين ولا تلاتة وليلة تولد وتقوم بالسلام، وأني متأكدة إن لو شال ابن ابنه على كتفه كده هينسى الدنيا باللي فيها. وماله؟ نجرب. ولو حصل والمعداوي وافق على الكلام ده وربنا هداه، يبقى ارتحنا من الهم ده. وانت فكرك يعني ان بعد ما نرتاح من الهم ووجع القلب ده
وجم يطلبوا بطة تاني إلا أني هوافق. ولا أني هوافق كمان، أني بس عايزة ارتاح شوية من الهم دي. بسم الله ما شاء الله زي الأمر. لولاتي يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. ألف مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. نجوى أنت جيت إزاي هنا؟ جيت إزاي إيه وأنا هغلب يعني؟ عملت عيانة عشان أجي وأبقى جنبك. وريني وريني. أختي كاملة، أختي كاملة عين أمه. إيه ده يا بنتي يا ليلى؟ ده مش شبهك خالص، شكله كده شبه المرحوم أبوه الله يحرقه. وهو طلع واد عشان يطلع عينك كمان، تستاهل. بقولك إيه يا أختي، امسكي فرخة حلوة مقلوظة زيك كده اهو، وشوية شوربة على مزاج مزاجك. ما انا بقى وانا ماشية هشوفك. عيني ماشي. بقولك ايه، طلي علينا كل شوية، لغينا كده لنحتاج حاجة. انت تأمري يا نجوى يا حبيبة قلبي. عايزة حاجة؟ شكرا. يعرفك ازاي؟ دي حبيبتي، ده انا وهي كده. قولي لي يا بنتي يا ليلى، حاسة بإيه دلوقتي؟ أقولك على حاجة؟ انت عارفة أنا أغضت نفسي كم مرة؟ خمسة. آخر مرة كتبت. ها قولي لي حاسة بإيه؟ خدي. أخد إيه؟ لا يا أختي ما أقدرش أشيله، خايف. لو عايزة تعرفي أنا حاسة بإيه، سمي الله وشيلي. لا لا، خدي يا نجوى. لو قلت لك ان دي اول مره احس بالنار والالم اللي في المعداوي، هتصدقيني؟ اول مره احس ان اللي بيعمله معايا هو ده حق وهو ده الطبيعي. على فكره يا عماد، انت لازم تشوف صرفه مع الصحفيه اللي اسمها رجاء دي. عملت ايه؟ كاتبه ان في علاقه حب سريه بين المحامي الشهير وبين المتهمه بتاعته، وهو ده اللي مخليه مصر على الدفاع عنها رغم كل الادله اللي ضدها واعترافها كمان بالجرم. على فين؟ هشوفها. هتشوف ايه؟ لو سمحتي الأستاذة رجاء. أنا موجودة. أستاذة رجاء، أنا عماد الدين السويسي المحامي. أهلاً وسهلاً. كنت عايز أتكلم معاكي. مع إني كنت مروحة، بس ممكن أقعد معاك نص ساعة. اتفضل. اتفضل. أهلاً وسهلاً. حضرتك تشرب ايه؟ لا متشكر. انا تحت امرك. الحقيقه اللي كتب في الجرايد يعتبر سب وقصف، وانا ممكن ارفع قضيه وطالب بتعويض. حضرتك بتهددني؟ لا لا، مش بهدد ولا حاجه، انا مستغرب بس. يعني حضرتك صحفيه ومهنيه وعارفه اصول المهنه، ازاي تكتبي حاجه وانت ما عندكيش دليل؟ اللي هو ايه بقى اللي انا كتبته؟ حضرتك تعرفي يعني ايه دليلك ان في علاقه بيني وبين موكلتي اللي اسمها ليلى؟ حضرتك بقى غلطان لانك ما قريتش الخبر كويس. انا ما قلتش تاكيد، انا قلت يقال او يشاع. حضرتك صحفيه وست، اللي عارفين ان اي حاجه بتتكتب في الجرايد خصوصا لو كانت فضايح بيتم التعامل معاها على انها حقيقه. في الحاله دي بقى ما تبقاش مسؤوليتي، انا بكتب الخبر وما يهمنيش الناس تفهمه ازاي. انا فهمت. فهمت ايه؟ فهمت نوعيه الفكر الصحفي اللي انت بتشتغلي فيه. كفايه شرب لحد كده يا خالد، تقلتها قوي. يا عم تقلتها ايه؟ انا عايز افضل اشرب كده لحد ما انسى الدنيا باللي فيها كله. يا صاحبي ما تحملش نفسك اكتر من طاقتك. يا عم سيبنا بقى. قوم
ايه ده؟ رويا انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ السواق بتاعك هو اللي قال لي. انت عمال تتصرمح هنا ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها. يا عم مصيبه ايه بقى يا رويا؟ كل حاجه تكبريها كده على الفاضي. قوم تعالى عايزاك. خلاص خلاص يا مدام رويا عشان الفضايح، اتفضلي حضرتك وانا هجيب. اتفضل ايه؟ اتفضل ايه وزفت ايه؟ كانت جوازه سودة، جوازه الهم والغم. اتفضل يلا قوم. يا عم سيبك منها دي مجنونه. معلش فوق بقى فوق. سوري سوري معلش. معلش يلا يلا على مهلك على مهلك. مش قادر تقف مش قادر تقف يا جو. هجيلك بكره يا جو. ها مفيش بكره مفيش بكره، في شغل. حساب بكره عند خالد يا جو. حساب عندي؟ اه. معقوله معقوله فوق بقى. قلت لك ما تقلقش يا صاحبي. بالراحه شكلنا سكرانين. بالراحه راجل. بالراحه على مهلك على مهلك. اه ذكرى قوي. بس بقى عامله ايه؟ على مهلك. ايه ده؟ ايه الضلمه دي؟ سالك النهارده. انا اسفه اني هتعبك معايا، بس ما كانش ينفع اوديه البيت وهو متدهول كده. عمي لو كان شافك كان قتله. هو مش معقول عمي يبقى في الهم اللي هو فيه والبيع عمال يسكر ويهلس ولا على باله. يا عم اسكر ايه وهلس ايه بس؟ ويقتل مين؟ اعمل لي كاس هنا. لا مش وقته. تعالى بس نطلع فوق وهجيب. يا عم اعمل لي كاس بقول لك. هعمله لك واجيبه لك لغايه عندك فوق. تعالى بس معايا. اسند عليا. هتعمل لي كاس؟ اه. طب ما تعمله دلوقتي. لا هجيبه لك فوق، اطلعك فوق بس الاول وبعدين هجيبه. ماشي. على مهلك. خالد يا مدام رويا. لا خليه هيحتاجه لما يصحى. اوكي. طيب حضرتك تحب تشربي ايه؟ انا مش عايزه اشرب حاجه، كفايه الهم اللي انا فيه. معلش البيت مش متوضب ومش قد المقام يعني. شكلك بتحب السفر. ومين يعني ما بيحبش السفر؟ مراتك دي؟ لا دي بنت خالتي اللي في روسيا. وانت شغال ايه بالظبط؟ مفيش يعني شغلانه صغيره كده. كنت فاتح مكتب صغير على قد كده بتاع سياحه، شغال مع السياح النص كم يعني، وساعات بستضيفهم عندي. خيرت يعني. طالعه من بقك زي العسل. هي ما اسمهاش خيرتي، اسمها خارتي. بس خلينا في المهم دلوقتي. عايزك تاخدي بالك من خالد. انت شايف اللي هو بيعمله ده صح؟ خالد حالته النفسيه مش كويسه. لا يا شيخ، واحنا بقى اللي كويسين؟ صدقيني يا رويا خالد اطيب منه مفيش. كل الناس طيبه، بس مش معنى كده اننا نتحمل غباوتها ولا ايه؟ يعني انت مثلا لو كنت مكان خالد كنت هتعمل اللي هو بيعمله ده؟ خالص. كل واحد وقدرته في مواجهه الامور بطريقته برضه. خالد طول عمره بيهرب، ما اتعودش ان هو يواجه. انا اتاخرت. لما يصحى ابقى اكلمه. او بخلي البي يكلمه. نورتيني. انا اسفه قوي على كل اوعي تتأسفي، ده أحلى حاجة حصلت النهاردة عشان تقربنا من بعض.
خلاص مش محتاجه ده دلوقتي. ها نام؟ اه بيحاول. كويس انه مش بيعيط. تسلمي لي يا غاليه. تاخرش هنا يا نجوى، اللي بعمله ده بيودي في داهيه. يا بنت ما تقلقيش وانا ههرب، ما تخافيش. يلا يا ليلى يا حبيبتي، يلا عشان تاكل. يلا كلي بقى قبل ما يقوق ويسود عليك عيشتك يا اختي. كلي يلا. بسم الله. مالك شكلك بتفكري في حاجه؟ تفتكري جده لو جه وشافه ممكن يحن؟ وان محنش؟ قصدك ايه؟ اقصد ان موضوع جده ده لازم تشيليه من دماغك خالص. الراجل ده لو عايز يعترف بالعيل كان اعترف من الاول يا اختي. شيليه من نافوخك. هو ايه اللي اشيله من نافوخي؟ انت جايه عايزه تجننيني؟ طب ايه رايك بقى ان انا اول حاجه هعملها لما اخرج من هنا هروح ارفع قضيه اثبات نسب. وهتثبتي نسب ازاي بقى يا فالحه وابو ميت؟ بقول لك ايه؟ انا شايفه انك تبقي واقعيه كده وتفكري في الموضوع ده صح عشان ما تلاقيش نفسك يا حبيبتي متبهدله على الفاضي. بقول لك ايه؟ انت مش قلت لي ان المحامي بتاعك بيحبك؟ جرى ايه وانت جايه عايزه تفوقي عليا؟ هفوق عليك ايه بس والمصحف ما بهزر؟ انت لازم لما تلاقي فرصه تقفشي فيها كده اهو بايديكي واسنانك. ان ما كانش عشانك عشان الواد الغلبان ده. جرى ايه يا نجوى؟ انت عايزه تجننيني؟ انا لا طايقه اسمع حب ولا عايزه اتحب، وسيره الجواز دي مش عايزه اسمعها اصلا. كلام. طب وحياه امي وامك كلام. لو انت فاكره نفسك هتطلعي من هنا تلاقي الدنيا فاتحه لك دراعاتها وبتقول لك خشي في حضني؟ ابدا. دي هتلطشك كل الم واخوه وتلطش فيك كده يمين وشمال. واول حاجه هتعمليها يا اختي انك هتدوري على اي حد تداري فيه كده اهو. لا يا حبيبتي، انا هشتغل وهربيه ومش هخليه محتاج لحد. ومين بقى اللي هيشغلك يا شملوله؟ دي البلد كلها ما عندهاش سيره غير يوسف المعداوي والست اللي قتلته. هو انت جايه تقعدي معايا ولا جايه تكئبيني؟ انا مش ناقصه. انا جايه يا اختي اقول لك الحقيقه. اصل انا ما بحبش اللي يضحك على نفسه بصراحه. ما احبش الناس اللي بتدفن دماغها في التراب كده اهو زي النعامه. عايزاني اضحك عليكي واقول لك ان الدنيا حلوه وجميله؟ ماشي. لا يا نجوى، انا عايزاكي تديني امل. لا امل ولا ميرفت، الامل انك تبقي قويه، اقوى من اي حد. بالك انت لو اهلك دول ناس متريشين كده ولا لو كان معاكي حتى كام مليون جنيه ما كنتيش قعدتي هنا ليله واحده. لا بس انا عارفه بقى ان ربنا هيجيب لي حقي. اه طبعا هيجيبهولك يا حبيبتي ان شاء الله. في الاخره مش في الدنيا دي. بقولك ايه يا نجوى؟ قومي اشوفي لك حته نامي فيها بعيد عني، انا مش ناقصاكي. خلاص يا اختي انا غلطانه اني بفطمك عشان تعرفي الدنيا على حقيقتها. تعرفي ان انا كان نفسي ابقى ام؟ وايه اللي حاشك؟ سبتي انا ابقى ام؟ ده انا ابوظ جيل بحاله. ليه؟ يعني ما كنتش عايزه اجيب واد ولا بنت الناس تقعد تعايرهم وتقول لهم امكوا كانت وما كانتش. على ايه؟ مش كفايه ظلمت نفسي؟ اظلم غيري ليه؟ بقول لك يا بنتي عليا، تفتكري يا اختي ربنا ممكن يتوب عليا؟ لو انت عايزه تتوبي هتلاقي ربنا تواب ورحمته واسعه قوي. اه صح والله ربنا رحمته واسعه فعلا. بس انا اقول يا توبه. مش عارفه يا اختي ما بقولش ليه؟ لساني متعور ولا ايه؟ خير، في ايه تاني؟ بتفكري في ايه؟ عمرك ما تحكيش عليا؟ قولي. انت لعبتي في دماغي في موضوع عماد ده. حلاوتك يا لولا. رايح وطي صوتك. مش للدرجة دي يعني، اهدي شوية. الو مين؟ ازيك يا مدام راوية؟ انا هاني صاحب خالد. اهلا. لا ابدا مفيش حاجة. انا خدت رقمك من على تليفون خالد.
ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ أبدا، أنا بس يعني حبيت أطمن عليكي، شكلك كان متضايق قوي ومرهقة، فكنت عايز أطمن عليكي إنك وصلت بالسلامة. أنا المفروض أصلا كنت أنزل أوصلك، بس ما قدرتش أسيب خالد لوحده. ميرسي قوي، أنا كويسة دلوقتي. إن شاء الله أول ما خالد يصحى خليه يكلمك على طول. يا ريت يا هاني. أوكي، استأذنك، أنا هسجل نمرتك عندي عشان لو حصل أي حاجة يعني بخصوص خالد أبقى أبلغك على طول. ممكن، فيش مانع. تصبح على خير. يعني انت خلاص خدت قرار؟ اه ان شاء الله. بس ده ما كانش اتفقنا. انا مش فاهم، انا شايف ان ده افضل بالنسبه لي. انا مش عارف انت متضايقه من ايه يا ميرفا. يعني انا هشتغل في شركه كبيره ومرتبي هيبقى عالي وزياده، وبعدين انت اكتر واحده عارفه انا لو فتحت مكتب دلوقتي يا عالم هينجح ولا ما ينجحش. وما ينجحش ليه؟ انت مش هتعرف تديره، مش هتعرف تشغل المكتب. ما تبص لعماد، لو بصيت لعماد كويس هتعرف ان انت ممكن تفتح 100 مكتب وتشغلهم، هيبقى احسن لك من الوظيفه طبعا. وانا كل ما اكلمك تقولي لي عماد عماد. يا ست انا مش عماد. ما اعرفش انت بقيت بتتضايق قوي لما بتيجي سيره عماد. انا كل ما اتكلم معاكي تقارنيني بعماد. انا مش عماد، زي ما اكون لازم ابقى شبهه زيه بسمتك. دي حاجه تزعل ولا انا غلطان؟ خلاص يا سيدي انا اسفه، انت فعلا عندك حق، مش المفروض اقارنك باي حد حتى لو كان عماد نفسه. بس انا لسه عند موقفي، مش موافقه انك تبقى موظف. مش هينفع، انا خلاص سلمت ورقي. من غير ما ترجع لي؟ ارجع لك في ايه بس؟ انا مش فاهم يا حبيبتي. دي فرصه في شغل مهم، وبعدين يعني انا دلوقتي مفيش في امكانياتي حاجه ان انا افتح مكتب. ماشي خلاص يلا نمشي. ايه زعلانه ولا ايه؟ لا لا انا مصدعه بس شويه. لا والله العظيم ما مصدعه، انت زعلانه. بقول لك 100 مرة أقول لك ما تسيبنيش واحنا بنتكلم. مش أحسن ما نقعد مع بعض ونتخانق؟ لا نقعد مع بعض ونتخانق أحسن. أنت عايز إيه دلوقتي؟ عايز نقول لك إن أنا موافقة؟ مبسوطة ومش متضايقة؟ لا مش مبسوطة ومش موافقة على اللي أنت بتعمله ده، ومستغرباك جدا، مش عارفة إزاي غيرت موقفك كده فجأة. تعرفي إن أنا اللي مستغربك جدا دلوقتي؟ أنت اللي مستغربني؟ أنا شايفك متضايقة، أنا مش عارف ليه متضايقة، وطول السكة وأنا أكدب نفسي وعمال أقول لا أكيد هتبقى سعيدة طالما أنا سعيد، بس واضح إن أنا كنت غلطان. خلاص يا جلال براحتك، اعمل اللي انت عايزه، حياتك ومستقبلك وانت حر فيه، بس انا مش موافقه. جلال ما طلعش معاكي ليه؟ مفيش، كان عنده ميعاد وانا قلت اروح لوحدي النهارده. اتخانقتوا؟ لا ما اتخانقناش. ايه اللي بيخليك تقول كده؟ اتخانقتوا ليه؟ قوليلي. البي جات له وظيفه، عايز يتوظف. طب كويس. كويس ازاي؟ ده ما كانش اتفاقنا. انا وجلال كنا متفقين ان هو يفتح مكتب نشتغل انا وهو فيه سوا لحد ما نكبره مع بعض. ازاي يعني يلغي طموحاتنا دي كلها؟ حلمنا اللي احنا حلمناه سوا، ازاي يلغيه من غير ما يرجع لي؟ جلال عمره ما كان هيقدر يفتح مكتب، الكلام ده قلته لك قبل كده. بس على فكره اللي عمله ده مش غلط. مش غلط ازاي؟ جلال كان عايز يرضيكي. فكر لما يقول لك اه على احلامك وكل اللي انت بتتمنيه، كده بيقرب لك. بس لعلمك بقى احسن حاجه ليه الوظيفه. بس انا مش عايزاه يبقى موظف يقتل طموحه، يبقى كل همه ان هو يستنى مرتبه اخر الشهر. انت عايزاه ولا مش عايزاه؟ انت ليه بتسالني سؤال المفروض ان انت عارف اجابته؟ اصلك لو عايزاه ما يفرقش معاك يبقى اذا كان محامي كبير وعنده مكتب، ولا محامي شغال في شركه. اللي بيحب حد بياخده باكج يعني، يحب عيوبه قبل مميزاته. انت معايا ولا معايا يا عماد؟ انا بكره السؤال ده على فكره. السؤال يتسال كده
انت مع الصح ولا لا؟ طب ايه هو الصح يا عماد؟ انت خايفه، خايفه من ميرفت. انت عايزه تعيشي بالطريقه اللي انت شايفاها انها صح، خايفه تتغيري، خايفه تاخدي حد عكسك يختلف معاكي ويقول لك انك غلط. لا انا عمري ما كنت كده. طب خلاص تفرق ايه بقى اذا كنت اللي بتحبيه ده محامي كبير وعنده مكتب ولا محامي شغال في شركه؟ عارفه تفرق فيه ايه؟ الفرق الوحيد في اللي انت عايزاه، انت عايزه جلال ولا عايزه محامي كبير عنده مكتب واسمك واسمه على يافطه كبيره مليانه الشارع؟ انت من حقك تحلمي وتتمني اللي انت عايزاه، لكن لو اخترتي بقى يبقى لازم تعرفي انك مش هتاخدي واحد تفصيل، لا ده ممكن يختلف معاكي ويبقى في مشاكل كمان. عارفه احسن حاجه جلال عملها ايه؟ انه عارف امكانياته كويس وما خدعش نفسه. تشرب شاي؟ أول ما طلع النهار قلت أجيلك، ما عادش قدامي غيرك. يا عيني يا حبيبتي. طب بقولك إيه، أنا هديكي عنوان تروحي، خلي البت اللي هناك تكلم الشاويشنا جاي وأنا هرسيها تعمل معاكي إيه، ماشي؟ والله كتر خيرك يا نجوى، أنا كنت مكسوفة جدا وأنا جايالك، بس هعمل إيه؟ مفيش حتة أتلمي فيها. مكسوفة ده إيه يا بت؟ بالذات ما أنتي وشك كسوف. طب قولي حاجة صدقها. كتر خيرك. فكي يا حبيبتي ولا يهمك، بكرة تروق وتحكي. يا رب. يا فندم في واحد اسمه فارس مستني سيادتك بره. فارس مين؟ ما قالش عايز ايه؟ الحقيقه انا بلغته ان مفيش مقابلات من غير مواعيد بس هو مصمم. خليه يدخل. حاضر. ايوه يا راويه، خالد لسه ما ظهرش. طب اول ما يبان بلغيني ان انا عايزه. يلا. السلام عليكم. ايه اللي جابك هنا؟ اطلع بره. ليه كده يا حاج؟ ده انت من الاصول والذوق واني في مطرحك وضيف عندك. ضيف بلا ضيف بلا زفت. انت دخلت ازاي؟ وانت ازاي تدخلي مش عارفه ده مين؟ والله يا فندم ما اعرفش. انت مرفوضه اطلعي بره. هو جرايه يا حاج؟ اللي حلمك علينا شويه. البنيه ملهاش دم. ولا انا اتصممت قبلك. اللي بيني وبينكوا طار. وانا مش هسيبه. وليه ما تقولش ان اللي بنتنا ده دم والدم عمره ما يبقى للميه؟ ايوه اللي بيننا وبينكوا دم. على فكره انا ممكن اخد طاري منك بس ده مش هيريحني ولا هيحرق قلبها. انا اللي يريحني ويحرق قلبها انها تموت 100 مره لما تشوف ابنها ميت زي ما قتلت ابني. بس ابنها ده هيبقى حفيدك. انتوا ايه جايين ترموا بلاويكوا عليا؟ لا يا حاج انا جاي افوقك. انت مجنون. روح شوف بنتكوا جايباه منين. انا ابني لا يمكن يخلف من واحده تربيه شوارع زي دي. الله يسامحك يا حاج، الله يسامحك، بس معلش انا مقدر ظروفك وعارف ان قلبك محروق على ضنار. الا اني لو كنت مطرحك كنت هعمل اكتر من كده يجي 100 مره. بس مش عايزين ننسى ان فيه روح مسؤوله مننا. أنا هحرق قلبكوا على الروح دي.